حتى عندي. فيبدو أن امرأة العزيز سئمت تجاهل يوسف لتلميحاتها المستمرة وإباءه، فقررت أن تغير خطتها. خرجت من التلميح إلى التصريح، أغلقت الأبواب ومزقت أقنعة الحياة وصرحت بحبها وطالبته بنفسه. يقف هذا النبي الكريم في وجه سيدته قائلا، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أعيد نفسي بالله أن أفعل هذا مع زوجة من أكرمني بأن نجاني من الجب وجعلني في هذه الدار مثواي الطيب الآمن. ولا يفلح الظالمون الذين يتجاوزون حدود الله فيرتكبون ما تدعونني اللحظة إليه. ثم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يبدو أن يوسف عليه السلام آثر الانصراف متجها إلى الباب حتى لا يتطور الأمر أكثر، لكن امرأة العبيد لحقت به لتمسكه، تدفعها الشهوة لذلك، فأمسكت قميصه من الخلف فتمزق في يدها، وهو تقع المفاجأة. فتح الباب زوجها العزيز، وهنا تتبدى المرأة المكتملة فتجد الجواب حاضرا على السؤال البديهي اللي يطرح الموقف، فتقول متهمة الفتى، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اقترحت هذه المرأة العاشقة سريعا العقاب المعمول. الواجب تنفيذه على يوسف عليه السلام. خشي أن يقتل به العزيز من شدة غضبه. بينت للعزيز أن عرض العقاب له هو سجن. بعد هذا الاتهام الباطل والحكم السريع، ظهر يوسف بالحقيقة ليدافع عن نفسه. قال: هي راودتني عن نفسي. تجاوز السياق القرآني رد الزوج، لكن بين كيفية تبرئة يوسف عليه السلام من هذه التهمة الباطلة وشهد شاهدا من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لا نعلم إن كان الشاهد مرافقا للزوج منذ البداية أم أن العزيز استدعى بعد الحادثة ليأخذ برأيه، كما أشارت بعض الروايات أن هذا الشاهد رجل كبير، بينما أخبرت روايات أخرى أنه طفل رضيع. كل هذا جائز، وهو لا يغير من الأمر شيء. ما يذكره القرآن أن الشاهد أمرهم بالنظر للقميص، فإذا كان ممزقا من الأمام فذلك من أثر مدافعتها له وهو يريد الاعتداء عليها، فهي صادقة وهو كاذب. وإن كان قميصه ممزق من الخلف فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها، وهي له حتى بالباب، فهي كاذبة وهو صادق. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. تأكد الزوج من خيانة زوجته أن يواجه الموقف برباقة وتلطف. نسب ما فعلته إليه كيد النساء عموما، وصرح بأن كيد النساء عموم عظيم. وهكذا سيق الأمر كما لو كان ثناء يساق. ولا نحسب أنه يسوء المرأة أن يقال لها إن كيدكن عظيم، هو دلالة على أنها أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد. بعدها التفت الزوج إلى يوسف قائلا له: يوسف، أعرض عن هذا، أهمل هذا الموضوع ولا تعنيه اهتمام ولا تتحدث به، هذا هو المهم، المحافظة على الظواهر. ثم يوجه عظة مختصرة للمرأة التي ضبطت متلبسة،
بمراودة فتاها عن نفسها وتمزيق قميصه. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. انتهى الحادث الأول، لكن الفتنة لم تنتهي. فلم يفصل سيد البيت بين المرأة وفتاها، كل ما طلبه هو إغلاق الحديث في هذا الموضوع، غير أن هذا الموضوع بالذات وهذا الأمر يصعب تحقيقه في قصر يمتلئ بالخدم والخادمات والمستشارين والوصفات. انتشار الخبر، بدأ الموضوع ينتشر. اخرج من القصر إلى قصور الطبقة الراقية يومها، ووجدت فيه نساء هذه الطبقة مادة شهية للحديث. إنه خلو حياة هذه الطبقات من المعني. انتصار للجزائر ولا لافريقيا ولا العالم العربي، انتصار للحق للبعض. يعني مهما كان الحال، مهما كانت الاسباب والمسببات، ما فيش جريمه ابشع من انك تطلق قنبله توزن 10 قناطر طن كامل على سكانك، على مدنيين، يعني تجميع غلق المستشفيات، الهجوم على المستشفيات. يعني البشريه ما شافتش هالشيء من الحرب العالميه الاولى. فيه نزاعات هنا وفيه هنا، فيه هذا الشكل وهذه البشاعه وهذه الحي اساسي. وفي اطار التكفل بانشغالات الجاليه، اكد رئيس الجمهوريه تسويه ملفات الجزائريين المقيمين في الخارج بصفه غير رسميه، وهذا القرار لقي ترحيبا. نستمع لرئيس لجنه الشؤون الخارجيه والتعاون الدولي بمجلس الامه محمد عمرون في اتصال ياسمين الحوت. ما يعرف بالحراجة أو المواطنين المقيمين بطريقة غير شرعية، خصوصا بتسليم الجواز سفرهم، هو أحد القرارات التي أعتقد المفلجة للصدور بالنسبة لجمهوريتنا، حطها على مستوى لجنة الشؤون الخارجية هم كثيرة هي المستهدف في هذا الموضوع، ولذلك أنا أعتقد إجابة فورية من أجل أحد الانشغالات الرئيسية. هذا الإجراء سيحفظ كرامة مواطنينا الجزائريين بالخارج. وفي إطار ما جاء خلال اللقاء الدولي الذي عقده رئيس الجمهورية مع وسائل الإعلام الوطنية، فإن الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر مكنت من تسجيل 400 مليار دولار كناتج محلي. أتابع هذه الورقة مع إسماعيل عسل. الاقتصاد الوطني نمو متواصلا بلغ 4.2% بفضل تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لصناعات الدول الهيدروكربونية مدعومة بحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. أعتقد سعود أستاذ الاقتصاد الجماعي. حدود 400 مليار دولار، وهو يعني ارتفاع كبير جاء نتيجه الديناميكيه التي اعطى الاقتصاد الوطني خاصه في العديد من المجالات، وهناك تحسن في انتاج محلي خاص في القطاع الفلاحي، وكذلك التوجه الجديد الذي تعرفه الجزائر في مجال استثمارات خاصه في القطاع الحديد والمناجم. كل هذه القطاعات ادت وستساهم في ارتفاع الدخل الوطني من حدود 225 مليار دولار التي كانت في سنه 2023 الى 400 مليار دولار. المؤشرات التنمويه الايجابيه الاستثمارية بالجزائر سمحت باستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الاستراتيجية ضمن قاعدة رابح راجع. يوسف ميلي رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسة الخليجية. مشاريع أصحاب رؤوس أموال بالفعل انطلقوا في تنفيذ مشاريعهم
تخصص المشاريع التي لديها قطع أرضية، إذا أضفنا إليها المستقبل سوف يكون هناك تغيير في قانون النقدي ومصرفي، وبالتالي فإن مستقبل زاهر ينتظر الجزائر سواء بالنسبة للاستثمار الأجنبي أو الاستثمار المحلي. وتأتي هذه المؤشرات بفضل الحركية الاقتصادية التي عرفتها البلاد مؤخرا في سياق الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة من قوانين جديدة واحتساب سمحت بتحسن توازنات الاقتصاد الكلية. كما أن رئيس الجمهورية أكد عزم الدولة على رفع قيمة الدينار ومواصلة حماية القدرة الشرائية. تقرير سيد علي بن. إقرار رئيس الجمهورية بزيادات جديدة في أجور الموظفين ثمنه المواطنون واعتبروه استكمالاً لتجسيد التزامات في تحسين المستوى المعيشي، ويعكس حسبهم تقدير الرئيس لدورهم ووقوف الدولة معهم. جاءت بعد خطوات التسخين إجراء القرار الجمهوري ليحمي فئة الموظفين أو يواصل، ونحن نتمنى هذا القرار القرار الجمهوري إن شاء الله يكون في المستوى اللي يعيشوا من جهة، من جهة أخرى يرفع القدرة الشرائية، يكسب عظيم القدرة الشرائية والمواطن واللي راح في المجتمع، قد ما ارتفع الدخل ما ترتفع القدرة الشرائية، حاجة مليحة الدول بس تحسن القدرة الشرائية تاع المواطن. إرفاق السيادات في الأجور بقرارات أخرى من تخفيض للتضخم بنسبة 4% ورفع قيمة الدينار الجزائري من شأن خلق توازنات للإنفاق على الدعم والشأن المجتمعي للمواطنين وضمان الحفاظ على قدرة الشراء. عرفوف وعلي أستاذ الاقتصاد بجامعة بوفرتيس. أول مرة في 30 متتاليتين تم رفع الأجور بنسبة 47%، قريبا 1.5% حتى 2022، خطة طموحة إلى رفع الأجور إلى سنة 2027 حتى تصبح نسبة الرفع 100%، معناها الأجور ستضاعف. مع ذلك أرفق إصلاحين اقتصاديين هامين، رفع قيمة الدينار عن طريق آليات النقدية من خلال البنك المركزي. كل هذا الرفع سنويا في السنوات سينفمش، سبح تضخم من 7% إلى 4% أصبح ضروري جدا حتى تكون هناك أجر مقبول للجزائريين يضمن لهم الحياة الكريمة ويضمن لهم كيفية حياتهم. التوجه الواضح لرئيس الجمهورية منذ بدء سياسة الإصلاحات في إطار حماية مناسبات المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي وتنفيذ الإجراءات الحماية الاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت. على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية أن مشروع التكتل المغاربي الذي تنوي دول المنطقة تأسيسه سيشكل كتلة لإحياء العمل المغاربي المشترك وتنسيق العمل من أجل توحيد الكلمة ومواجهة كل التحديات. التفاصيل مع أحلام دويس. مشروع التكتل المغاربي سيشكل كتلة لإحياء العمل المغاربي المشترك من سيناه بالدعم الاقتصادي قوي غريب حمام المحلل السياسي. دعوت رئيس الجمهورية في ضمن رؤية خلقت لتشكيل واقع الدعم المغاربي الذي يعيش حالة خلل منذ سنوات طويلة، بالتالي النزول لإحياء العلاقات البينية مهم جدا. لاحظنا أن المجهود الكبير الذي بذل في بناء علاقات اقتصادية استراتيجية مع الحكومة الأمريكية خلال دعم حدث البذور بين الدولتين، ولاحظنا أيضا التعاون ما بين الجزائر وتونس، كما لاحظنا موقف الجزائر أيضا واضح بشأن الأزمة الليبية وهذا نحو تعاون اقتصادي قوي. تكتل مغاربي بأسس جديدة لإحياء العمل المغربي المشترك بتوحيد لرؤى حول عديد القضايا الدولية. قاسم حسن المحلل السياسي. الجزائر تنوي إعادة النظر في التنظيم القديم لاتحاد المغرب العربي، إعادة تنظيم اتحاد المغرب العربي ولكن على أسس جديدة بدأت بالتشاور مع الدول المعنية وتوحيد أيضا الرؤى فيما يخص القرارات المتخذة على المستوى الجهوي والدولي. الجزائر ترى أن هنالك تحديات مستقبل كل منطقة شمال أفريقيا. فضاء مغربي بديل لجمع الكلمة والتنسيق لإيجاد الحلول حول الإشكاليات المتقاسمة. رضوان والد المحلل السياسي. رئيس الجمهورية تحدث عن تكتل مغاربي سيكون جديد في اتحاد المغرب العربي، هي مبادرة جديدة. نسخة جديدة لتعاون مغربي ثلاثي من شأن احتضان مسائل التكامل الاقتصادي والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
في التعاون استقبل الوزير الأول نادر العربيو اليوم سفير جمهورية كوبا السيد أرماندو فيرغارا بيونو الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر. اللقاء شكل فرصة لإجراء لتقييم واقع العلاقات الثنائية وأفاقها المستقبلية، كما ثمن الجانبان عاليا تطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما بخصوص القضية الفلسطينية وضرورة دعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في قطاع غزة. في ملف رمضان وخلال اجتماع تقييمي عقده وزير التجارة وترقية الصادرات مع مدراء الجهويين والملائيين، أكد وزير التجارة أن الإجراءات الاستباقية التي أقرها رئيس الجمهورية لتوفير السلع الأساسية سمحت بضبط الأسواق خلال شهر رمضان. وبالحديث عن القدرة الشرائية، فإن أسواق السمك تعرف إقبالا لانخفاض أسعار بعض الأنواع، يقول نادر الساوي في هذا الروبورت. كمدر هذا يا تلاقي عنده 59، معليش أعطيني كيلو. هنا على مستوى نقاط البيع المباشر بعين البنيان، سمك البلطي الأحمر بسعر 590 دينار للكيلوغرام الواحد، انخفاض السعر دفع سهام لاقتنائه خاصة خلال هذا الشهر الفضيل. ما شاء الله عليك، بابون مارشي بابون يسمون ليه هذا؟ هذا بكل واحد يقدر يشري، شفت كم الناس تشري، قلت والله غير نديه ونسير. إقبال كبير من طرف المواطنين على اقتناء منتجات تربية المائيات، يقول البائع رضوان. عندنا تيلابيا 59 وعندنا السردين 50، مبادرة جد جيدة، الشعب راه يجي تيلابيا نبيع 10 صنادق والسردين عندي 30 صندوق. البيع المباشر للأسماك خاصة السردين المستورد من المنتج إلى المستهلك مبادرة لقد استحسن زاد. احنا خارج الاسعار تاعو مع الاسعار اللي موجوده في الجوار في المارشي عند البواسوني اي ريست بوكو بلي كومبيتيتيف الى المنتجات. ميم لي بري ما شاء الله، شفتوا حاجه كيما هذه قليل اللي يلحق عليها، تكون هكا السوم مليحه الناس تاكل. قرار منح التراخيص للمتعاملين الاقتصاديين لاستيراد السردين المستورد من دول مجاوره هدفه ضمان تسويقه باسعار مدروسه خلال رمضان، يقول عبد الرحمن هنتور مدير ضبط سوق المنتجات الصيفيه في الوزاره. عبر مختلف ولاية الوطن قمنا بالترخيص للمستوردين والمتعاملين الاقتصاديين باستيراد سمك السردين العربي فعال الدول المجاورة إيطاليا وتونس 50 طن من سمك السردين المستورد كل معين كمية 20 طن خلال شهر واحد. الأيام القليلة المقبلة راح تكون يعني تحسن، راح نشهد دخول كمية معتبرة للسردين، وكلها إجراءات من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في هذا الشهر الفضيل. في ملف تطورات الأوضاع بقطاع غزة، لا يزال الفيل الصهيوني يحاصر المستشفيات ويقصف خيام الصحفيين النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. نستمع إلى مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابكة في اتصال سهام جعيد. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مجزرة جديدة من خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعدة قوى تعود للصحفيين ولوسائل الإعلام وأيضا للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين داخل المستشفى، وهذا الأمر أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. ونحن في المكتب الإعلامي الحكومي ندين بأشد العبارات هذه المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم خدمة طبية وتقدم الخدمة الصحية للنازحين والمواطنين، وأيضا ندعو كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الإسرائيلية الفظيعة، ونحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. أيضا نطالب المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف هذه الحرب العدوانية. إذن هي مجازر يومية واستهداف يومي للمستشفيات، ويتعذر على أفراد الدفاع المدني التدخل. نستمع للناطق باسم الدفاع المدني محمود بصار في اتصال لياسمين بن حمد. للأسف الشديد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتقدم طواقم الدفاع المدني من أجل إنقاذ المواطنين المتواجدين في مجمع الشفاء وأيضا في محيط مجمع الشفاء الطبي. وردتنا الكثير من المناشدات التي تتحدث عن أطفال محاصرين، عن نساء حوامل محاصرين، عن كبار في السن أيضا محاصرين في داخل المجمع وخارج المجمع، وهناك للأسف أيضا إصابات ملقاة على الطرقات وعلى الأرض، وكانت اتصالات مباشرة من بعض المصابين، لكن للأسف الآن يعني الهواتف أغلقت ولا يوجد أي تواصل مع هؤلاء، وعلى ما يبدو أنهم قد فارقوا الحياة. وأيضا هناك يعني ممن تواصلوا معنا
معنا وهم تحت الأنقاض بأنهم بحاجة إلى إخراج، لا يوجد أمان لدخول طواقمنا إلى تلك المناطق. وإلى جانب هدر الأرواح، فإن الكيان الصهيوني ينهب الأموال أيضا، حيث ذكر المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان أنه تلقى شهادة حية حول قيام جيش الاحتلال الصهيوني بعملية سلب وسرقات واسعة لممتلكات المواطنين الفلسطينيين خلال المداهمات والتهجير القسري، ودعا إلى فتح تحقيق إداري. في ملف الصحائف دعا حقوقيون دوليون إلى ضرورة كسر الحصار المضروب من طرف الاحتلال المغربي على المدن الصحراوية المحتلة، وحذر حقوقيون دوليون من عواقب الأوضاع المزرية في المدن المحتلة والسياسات الاحتلال الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية الصحراوية وأعمال الانتقام الممنهجة ضد المناضلين والنشطاء. ختام الجريدة الإخبارية الثالثة، إليكم أبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أن قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة يعود لأسباب تقنية محضة. رئيس الجمهورية تعهد باستكمال مضاعفة الأجور في آفاق 2027 ومواصلة دعم الفلاحة وتشجيع الاستثمار ورفع قيمة الدينار ومحاربة التضخم. رئيس الجمهورية يحتضن قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة انتصارا للشعب الفلسطيني وانتصارا للجزائر أيضا. الكيان الصهيوني يضرب عرض الحائط كل القوانين الدولية ويتمعن في محاصرة المستشفيات وتجويع الأطفال. والمرصد المتوسطي يدعو إلى تحقيق دولي حول نهب الكيان الصهيوني لمنازل غزة بعد تهجير أهلها. فقهويون دوليون يحذرون من عواقب سياسات الاحتلال المغربي الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية الصحراوية والعمليات الانتقامية الممنهجة ضد المناضلين والنشطاء. هنا إذاعة الجزائر من عمان. سلام على حاضر المسجد، سلام على الركع السجد، أجندة المساجد مع طه بن سيبهم.
خارج ولاية عنابة. والبداية مع الشيخ قريشي منصف إمام مسجد السلام، يقدم لنا لمحة عامة عن نشاطات هذا المسجد. أهلا بك شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي تحية لك طيبة لك ولجميع المستمعين. بارك الله فيك شيخنا، رمضان مبارك، وأكيد مع اقتراب العشر الأيام الأواخر يكثر العمل الخيري، يكثر العمل الروحاني والوعظ والإرشاد الديني في مساجد بيوت الله لتذكير المصلين وتذكير أيضا المؤمنين بفضل هذه الأيام وأيضا فضل الأعمال فيها. نعم الخطا يعني في هذه الايام وخاصه العشر الاواخر التي يعني ما بقي من رمضان هو خير مما مضى، لما في قدسيه وشرف هذه الايام العشر التي شرفها الله سبحانه وتعالى بليلة هي ليلة القدر التي قال عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم في هذه الأيام المباركات الطيبات يسعى جميع أئمة مساجد عنابة على غرار مسجدنا مسجد السلام على وضع برنامج، نستطيع أن نقول برنامجا مكثفا حتى يعني نجلب أكبر عدد ممكن من الشباب ومن الصائمين والمصلين للاستفادة من برامج المساجد التي نضعها مع يعني بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وبرعايتها طبعا. هذه البرامج نسعى دائما من خلالها إلى جلب عدد أكبر ممكن عدد من المصلين ومن الشباب ومن الصائمين، يعني الشباب يعني اللي يقعد برا في الطريق ولا يجي للمسجد أحسن ينفع وينتفع بهذه البرامج. وأكيد شيخنا هي أيضا ليالي من العبادة والعمل الصالح والذكر والموعظة، هذه فرصة لكم في مسجد السلام أكيد باش تقدموا كثير من النشاطات وكثير من الدروس خلال هذه الأيام المباركة. نعم يعني احنا في مسجد السلام مبرمجين الحمد لله يعني برنامج نستطيع أن نقول عنه برنامجا يعني أسبوع كامل. يوم السبت عندنا برنامج، عندنا درس الإيمانيات نقدمه الشيخ مراد خنفي إمام مسجد بلال بن رباح بلدية عنابة. يوم الأحد كيومنا هذا يجينا برنامج مع الشيخ يوسف قرقور إمام مسجد القدس حي الريم. يوم الاثنين يكون التقديم للشيخ الدكتور عمار قرفي أستاذ اللغة العربية في جامعة باجي مختار. يوم الثلاثاء يكون الشيخ المدير حيدر إمام مسجد سلمان الفارسي. يوم الأربعاء إن شاء الله يكون حاضر معنا الشيخ عبد الفتاح كندي إمام مسجد دار الهجرة البوني. ويوم الخميس يكون معنا الشيخ مصطفى فريجي إمام مسجد التوبة حاضرا معنا في درس الوعظ والإرشاد. يوم الجمعة يعني بحكم درس الجمعة وحكم الجمعة نتركه راحة، يعني يمكن للمصلين يجيوا للمسجد هنا يقرأوا القرآن ويستفيدوا من الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى لذكر الله عز وجل ولتسبيحه ولقراءة القرآن وغيرها من النشاطات، حيث يعني دأب شباب هنا في مسجدنا قبل أذان المغرب أن يوجدوا للإفطار للمصلين، يوجدوا يعني التمر ويوجدوا الحليب أو اللبن أو الماء، يوجدوا ما قدر الله لنا أن نقدمه للصائمين خلال صلاة المغرب حتى يتمكنوا من شق فطرهم في المسجد ولا يصعب عليهم يعني صعب التنقل، واحد يفطر في داره ويجيب الدروب للمسجد. نوفر لهم هنا إن شاء الله بفضل الله تعالى سبحانه وبفضل المحسنين نوفر لهم هنا يعني وجبة شق الفطر، ثم يصلون هنا المغرب ويكملوا الفطور في دارهم ثم يرجعوا إلى المسجد لأداء صلاة التراويح التي يعني في هذا العام الحمد لله رب العالمين شهدت إقبالا كبيرا وخاصة من فئة الشباب، إقبال رائع، إقبال لم نر له مثيل من قبل. يعني مسجد السلام وإحنا يعني مسجد السلام ممتلئ عن آخره، قاعة الصلاة ممتلئة، الطابق العلوي ممتلئ، الساحة ممتلئة لله الفضل والحمد لله. حتى جناح النساء أخبرتنا يعني القائمة على جناح الأمهات جناح النساء أخبرتنا بأنه يعني جناح
حميد. بارك الله فيكم، وهذه فرصة تشكلون من خلالك الشباب ونخيروا من خلالك كافة المشرفين على تنظيم المساجد وتنظيم خاصة مسجد السلام. بالتوفيق لكم شيخنا قريشي منصف إمام مسجد السلام، ونختم معك الفرصة إذا سمحت شيخنا نحكيه أكيد على زكاة الفطر، أحد أحكام وأحد ما فرضه ما يفرض على المسلم خلال هذه الأيام المباركة خلال شهر رمضان الكريم. أخي بها يعني زكاة الفطر هي يعني سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يعني أن فرض عليه الصيام صلى الله عليه وسلم في العام الثاني للهجرة، وتسمى كذلك صدقة الفطر أو زكاة الرؤوس أو صدقة الأبدان، فهي يعني صدقة معلومة بمقدار معلوم من شخص مخصوص بشروط مخصوصة عن طائفة مخصوصة لطائفة مخصوصة، وتجب هذه الزكاة بالفطر من رمضان. احنا عملا بما امرتنا به يعني وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ككل عام نقوم بجمع زكاة الفطر من منتصف رمضان، نقوم بجمعها يعني لموها في المساجد من الدهاش، نقوم بجمعها في منتصف شهر رمضان حتى يوم أو يومين قبل صلاة العيد. فعندنا احنا يعني عندنا الليستة تاع الفقراء حول المسجد ومن هنا في الحي، فنقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين وخاصة يعني هؤلاء الناس اللي حول المسجد. نحن نجمعها من منتصف شهر رمضان، وقيمتها لهذا العام هي 150 دينار، يعني 15,000 على كل رأس. بارك الله فيك شيخنا الفاضل شيخ قريشي منصف إمام مسجد السلام ببلدية عنابة، بالتوفيق لكم إن شاء الله شيخنا الفاضل، من خلالك نحيي كافة المشرفين على المساجد، تحية لكم من إذاعة عنابة الجهوية، شكرا على كل مجهوداتكم وشكرا على أعمالكم لكم تقوموا فيها في خدمة بيت الله وأيضا تنظيم حركة المصلين. إذن هذا موعدنا وهذا برنامج هذا اليوم من أجندة المساجد. مجتمعنا الكريم مشكور لكم على كرم إصغائكم ومتابعتكم، ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. ربنا نسألك من الخير ما يسألك به عبدك ونبيك، ونعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك ربنا سبحانه وتعالى أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. السلام عليكم. Thank you.
سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الأكارم متتبعو إذاعة النابة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات في رحاب الآية، والذي نقف فيه اليوم مع الآية الرابعة والخمسين من سورة الروم. هذه الآية يقول فيها ربنا جلت حكمته وتعالى مجده: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه الآية ربنا تبارك وتعالى يبين لنا فيها حال الإنسان وكيف أن الله سبحانه وتعالى يخلقه ضعيف ثم يجعله قويا ثم تأتي بعد تلك القوة الضعف. ومن هنا نأخذ ونستفيد أن هذه المرحلة مرحلة القوة اعتنى بها الإسلام وحث على هذه المرحلة أي مرحلة الشباب مرحلة القوة. الله عز وجل لماذا ذكرها؟ ذكرها لينبهنا إلى عظمها وينبهنا إلى اغتنامها وينبهنا إلى أننا ينبغي أن نستثمرها في الخير، أن نبني بها نهضتنا، أن نبني بها وطننا، أن نرفع بها من قيمتنا. وإذا تأملنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن الإسلام قد اعتنى بالشباب عناية فائقة وبين لنا أن مرحلة الشباب هي مرحلة القضاء على الباطل، هي مرحلة التمسك بالحق، هي مرحلة خدمة الدين. ولذلك نجد ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا نماذج كثيرة عبر التاريخ، نماذج كثيرة من الشباب المسلم عبر التاريخ كان لهم أثر بالغ في يعني تغيير الأمة وفي إصلاح الأرض وفي الدعوة إلى الله وفي السعي في الخير. تعالوا بنا إلى سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. الله عز وجل ذكر لنا قصته في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إلى أن قال قومه كان لهم يوم يخرجون فيه يعني للتنزه أو يوم عيد أو يوم اجتماع رسمي عندهم، فهو ذهب وحطم تلك الأصنام لما لم يخرج معهم، فذهب إلى تلك الأصنام فلما عادوا وجدوا أصنامهم محطمة. ماذا قالوا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا سمعنا فتى أي شابا يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام كان فتى، سيدنا إسماعيل عليه السلام ابن سيدنا إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أعطى النموذج والمثال والقدوة في الاستسلام لأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، شوفوا يعني سيدنا إسماعيل الفتى وأبوه الشيخ الكبير استسلما لأمر الله عز وجل،
الله عز وجل يخبرنا أن سيدنا يوسف عليه السلام لما امتنع عن الفاحشة رغم كل الأسباب التي كانت متوفرة ورغم السرية التي كانت يعني قائمة ورغم القوة والفتوة ومع ذلك أيضا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لما امتنع عن الفاحشة التي عرضت عليه كان فتى كان شابا.